اليوم جيت باش نحضر هذا المعرض ديال الفنان الفوتوغرافي السي مجيد اللي هو صديقنا، وطبعا اللوحات الموجودة في المعرض كاع الناس اللي غيكونوا جاو المعرض لابد انهم غادي يحسوا بان هذا الفنان راه ماشي غير وثق او غير صور يعني الشكل ديال بوجلود الى غير ذلك، بل كاين هناك حاجة اخرى، يعني انه من مثلا الزاويه من خدا الصوره، الملامح ديال هاد يعني باللون، الشكل ديالو، النظره ديالو. اذا كنحسوا بان كنحسوا بان السي عبد المجيد حاول يعطي واحد الصبغه الفنيه، ويعطي واحد يعني جانب الفني يصور الناس. إذا راس نتمنى التوفيق، هاد الصور هاد كلو تنتيات وحده كتنسيك في الاخرى، هذا دليل على ان هاد الفوتوغرافي استطاع باش يوصل لينا ما يحس به، داكشي باش كيحس به، وهذا هو الابداع، هو ملي كنستطيعوا اننا نقلوا في الصوره داكشي اللي حسينا به ملي غادي ناخذوا الصوره. نحن اليوم بصدد افتتاح معرض الصور الفوتوغرافيه تنقرية لتتمين الموروث الثقافي بليمون بودمون وايضا معشر مدينه تيزنيت. المعرض الصور الفوتوغرافي اللي خرج بعد مجهود كبير لمده 4 سنوات، وانا كنخرج المهرجانات، كنكون من الاوائل اللي كيجي المهرجان، وكنكون من الاخرين اللي كيمشي لتوثيق العديد من الصور الفوتوغرافيه. واختاريت، لن اقول اختاريت، هزيت واحد الكميه، واحد 40 صوره فوتوغرافية لعرضها، والهدف ديالها هو تقريب فرجة إمعشار وفرجة كرنفال بيلمون بودمون إلى المواطن عن كتب، حيث نجد في الغالب الناس الازدحام ما كيتمكنوش من مشاهدة الأقنعة والكرنفال عن كتب وعن قرب والتمعن فيها، وعطيتهم فرصة في هذا المعرض هذا لاستقبال المركز الثقافي لأيت ملول بدعم من الدوبية الجهوية للثقافة جهة سوس مسا، وأيضا المجلس الجماعي لأيت ملول اللي أعطونا هذه الفرصة هذه باش نخرجوا الحيز الوزود هذا المهرجان اللي كنتمنى يروق الإعجاب ديال الساكنة الملولية، لما لا نقولوا أكادير الكبير. وهذا المهرجان اللي إن شاء الله غادي نقوم بواحد دورة في جل أو بعض المدن المغربية اللي غادي يستقبلونا لنشر الثقافة السياحية، حيث إلا شافوا هما الصور في المعارض ديالهم بالمدن غادي يحاولوا يجيو يشوفوه عن قرب، يعني غادي نزيدوا واحد الطاقة استيعابية ديال السياحة، وغادي ندعموا به السياحة الداخلية وطنيا. وأيضا فكرنا في إنشاء معارض صور فوتوغرافية رقمية لاستقطاب السياح الأجانب باش يجيو يشوفوا هاد المهرجانات هادو، الكرنفالات اللي كيديروا في أكادير كيما ديال ريو دي جانيرو وديال ليزير كناري اللي كيمشيو ليهم الناس من العالم كيجيو ليهم كاملين، لما لا حتى حنا نديروا في أكادير نفس المهرجانات لاستقبال العديد من السواح. وشكرا لكم.